شكرا يا استاذ محمود، تصبح على خير. بالسلامه متفضل الأمور، بعد خير. بنت انوار ما هي ساكنه في بيتنا عندهم، لو مشيت وراها خضتني يا حسن. لا مؤاخذه ما قصدتش يعني. يا مساء الفل. طب قول يا صباح الفل. صباح الفل؟ لا لسه بقى. صباح ايه؟ الصباح لسه ما جاش، احنا لسه بالليل. ما دام الصبح لسه ما طلعش يبقى اكيد نزل. بس حلوه 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 انوار، مش كده؟ كده يا ابو علي، البيت اهو. هتروح ولا لسه هتروح تكمل السهره في حته تانية؟ لا حته تانية ايه، انا هروح طبعا. ما انا اصلي كنت في حته تانية، في حته ورشه. في الورشه بجد اصلا عندي برافان بس حلو قوي، وبعدين عملته 3 مرات وكسرته. يا خساره. لا خسرت ايه؟ مش مهم الخشب ولا الابنوس، بس المهم انه يطلع حلو. الف خساره يا ابو علي. ابتدي قصدي انوار. انوار استنى. انوار عايز ايه يا سي حسن؟ انا عايز اعرف انت قلتي خساره ليه؟ انا راجعه من الشغل تعبانه وعايزه اطلع انام. ايوه بس انا لازم اعرف ومش هعطلك. هي دقيقه واحده بس قولي. ما انت يا ريتك فايق عشان تقدر تفهم. انا ده انا فايق 24 قراط. انت فاهم ان انا مسطول ولا حاجه؟ ابدا، ده انا مظبوط 100 100. لا يا سي حسن، انت مش مظبوط ابدا، ودي مش اول مره اشوفك فيها كده، وبسمعهم بيقولوا ان انت بقيت على طول كده. هما بيقولوا كده ازاي يعني؟ يعني حسن ارابيسك الفنان بتاع زمان اللي كنت بشوفه وانا عيلة صغيرة بنتي 9 سنين، وبسمعهم بيتكلموا عليه واروح المدرسة افتخر بيه قدام زملائي، ولما احب اغيظهم اقول لهم عندكم في حتتكم حد زي حسن ارابيسك. أو الشاب ده بقى راجل تاني، ما بقاش حسن بتاع زمان. عرفت أنا بقول يا خسارة يا خلاص.